مرحبا بكم معنا في هذا العدد الجديد من حصص أنغام من الماضي. حصتنا اليوم خاصة بالأغنية الشعبية، ورايح يدور فيها الحديث على عملاق الشعبي الفقيد الشيخ الحاج محمد العنقا رحمه الله. رايحين نطرقوا فيها المختلف مراحل حياته الفنية، وبطبيعة الحال نستغل البعض من أشهر قصائده. محمد يدير حالو هو اسمه الحقيقي، مولود بحي القصبة يوم 20 ماي 1907. والده سي محمد بن حاج السعيد رفض في البداية يدخله في مدرسة استعمارية، وسجله في مدرسة قرآنية لمدة سنتين. بعد ذلك رجع في رأيه وتم تسجيله في مدرسة فاتح، وكان عمره 9 سنوات. الطفل محمد كان يحب يسمع المدح في الأعراس اللي كانت تقام بأحياء القصبة، وعشقه في الفن زاد كبر بعد ما تعرف بالحاج مصطفى الناظور بقهوة لاكار، وين كان يتبعوا بالدربكة من حين لآخر. في عام 1918 محمد بطل القرايه نتاعو وراح يعمل باش يعاون عائلته. في نفس الوقت ايمن يتبع الشيخ مصطفى الناطور. سي قهواجي اللي كان اخ المرحوم الحاج مريزق تعجب في موهبه هذا الشاب الصغير، وقرر باش ياخذوه معاهم في الفرقه اللي كان يشرف عليها. في بعض من الاحيان كانوا يخلوه يطرب الحاضرين في الاعراس ببعض القصائد، هذا لانه كان حفاظ كبير خاصه لقصايد استاذه الشيخ مصطفى الناطور. بعد فرقكم لا تهنين، من بعد فرقكم لا تهنين، ولا نرقد النوم هانين، غرت عن الصبر وبكين. غردت على الصبر وبكين يا رب لطف مي حالي، غردت على الصبر وبكين
يا رب لطف بي حالي. وقريت في كتابه دا كدب ليش من تباعه قلت ناتيك هكذا مبوش رسول فاطمة طلهيفة مغرب رسول فاطمة طلهيفة مغرب أكسلم هاتو جابو دبلي سيدو كتابو من خالص الذهب مختار جاني علو دار قاسي قلت له جبالة تقطع من زيارتي لياس أنا اليوم لك قطاعة وعلاش ما نزور في الطلاب طاعتك مفروش مزور فاطمة يا ناسي تسلم صيفتو مزالي جبلي مقياس وقريت وعلك درس الوانيك سلطان بنصر يمصار حيت بنوصال وراسك ديت كل خبيل تودو خبيلتو بالكاس فرغم طربي قال بشين الصباح يا الساقي بوجود النير عمر المرجوش منصور فاطمة يا ناسي بسلام سلطور سلام يا مليار الغلغل
خيار كل طير صوتو يلغلغل لي مات صلصة بالفاخت واده القطيب وحداد سواه صحصح البلبل محلاه من يرجو بوها غار أنا اللي نطيب نفاسي ما بين بوح والمقنين مع السمريز وام الحسن بهيجت هاتها على شريب لها فرق صغر مدوش سلفة ما ينادي سلام سفطول وزالي جبلي مقياس وقريت في كتابه لكن تبليش في سباحه قد لا فيك هكذا في عام 1921 شارك محمد في فرقة الزرناجية للحاج أحمد تيتيش أب بوعلم تيتيش رحمه الله وكان عازف على آلة طبيبلات وفي نفس الوقت بقى دائما يتبع الشيخ مصطفى الناظور اللي كان آنذاك أشهر مطربين المدح في الجزائر إمكانيات الكبيرة لهذا الشاب حتى أنه شبهه بالعلقة هنا وين أصبح المطرب الصغير معروف بمحمد العنقة وهذا الاسم اشتهر به طول حياته نجوهر والعقيق يبرز في استنجامه لؤلؤ وياقوت والحجار ودر في المضام لؤلؤ وياقوت والحجار ودر في المضام من الساعة يكون حرار سطانج مبرو مسجر كل زي مدول قدام محرم وحزوم والجبب وسباني وحرام محرم وحزوم والجبب وسباني وحرام أنا يا فنك قلت يا ولدي مريم في الحالية الباقية يتخطى المسمار اللي بالنظرة المشرح يليني بسلام بعد من الساعة يكون تاجر هندي عاضر باللوجين والعسجد مشتهد ضحكت ليه ايامه روانوك مخاوم الف وحرير ورق نعام روانوك مخاوم الف وحرير ورق نعام بعد من الساعة يكون حررت سطاني
بعد من الساعه يكون سياح حبر ساطب خلخلو دمالج والمقايس ومسايس رام نبنو الخراس والمناك صنعت الجام نبنو الخراس والمناك صنعت الجام انا يا بحمد يا يا ولدي من حالي يا البالي من الساعة يكون من داود معلم بالمعون والزبران قابل النار ولهج الطام يطلق المزراك والدرق ودروع والحسام يطلق المزراك والدرق ودروع والحسام بعد من الساعة يكون كان الجاري خر بالضبط والمربوع والمخرطات برمت الصاب من عود اليابنوس والإيراك واليصري الغنام من عود اليابنوس والإيراك واليصري الغنام أنا يا بحماك كلها يا ولدي مريم في من حالي الباية يخضر بالصاب بعد من الساعة يكون يبني بحجار الصبح ست نسوار والقصر قبوب وخيامه خيرات وزليج والمزهر النملي ورطام خيرات وزليج والمزهر النملي ورطام من الساعة يكون فارس راكب للدم في مينو شملال والبرانة في الوحش يزام صياد الغزلان والقطا والحمام والإمام صياد الغزلان والحمام والإمام أنا يا بحماك والهاية والكبرياء ريم حالي الباية يتخطر خسار من ينظر على البشرة عيني بسام بعد من الساعة يكون باشا طغي قايم كي أمر على رعيته ترعد بكلامه قلب قاسي ما يريد شام ولا تدمام قلب قاسي ما يريد شام ولا تدمام بعد من الساعة يكون بعد من الساعة يكون رايس بحر مظلم ركب قابا قايم وجفوق الزخر غام كل يوم يغيط السافلين ويمنع الوشام كل يوم يغيط السافلين ويمنع الوشام أنا يا بحماك قلتها يا ولفي مريم من حالي الباية يخفض مسام من يكبر على البشرة حيني بسلام من يكبر على البشرة حيني بسلام
يكون طالب ينصف عالم بالمشموع والقلم في الكتب مواد الهام علمو من عقلو مرتلو بمعاني وحكام علمو من عقلو مرتلو بمعاني وحكام بعد من الساعة يكون كسكران ما تسمع منه جواب سلطان وشد حكامه في يدو قوسو نبل من نباه يردو بسهام في يدو قوسو نبل من نباه يردو بسهام أنا يا ما كلها يا ولدي مريم هي من حالي الباية يخبر بسهام من دي نبرا البشرحيني بسهام من الساعة يكون كل مشدوبي خاصم يتلطم بحجار من القاهر والبقدام من حكمو يهدي فريستو لطيور الدوام من حكمو يهدي فريستو لطيور الدوام من الساعة يكون بسط زينا متسلي بالفاضرة يقاصة رداج منار بينتقل أوتار يستلد محاسن للنغام بينتقل أوتار يستلد محاسن للنغام أنا يا قحمة قلت لها يا ولدي مريم قلتي من حالي الباقي يخبر نسخة من دير النظرة البشرة حيني بسلام أنا يا فحمك قلت الآية والفي مريم رفقي من حالي البهية يتخفف سقام من ديك النظرة البشرة حيني بسلام من ديك النظرة البشرة حيني بسلام من ديك النظرة البشرة حيني بسلام سي سعيد العربي كان شخصية محترمة كتير بالقصبة طلب من مصطفى الناظور باش يضم لفرقته محمد العنقا بصفة رسمية ونهائية وفعلا تم ذلك عام 1925 الشيخ الناظور كان يشح كتير على الناس اللي كانوا يطلبوا له الشغالات والقصايد لكن هو وحده درك ان محمد العنقا كانت عنده الامكانيات الصوتية باش يورطوا في يوم من الايام وبدأ يخليه يغني وحده في حفلته الخاصة بقى محمد العنقا يواصل اجتهاده في الغناء والفن والطرب ومن يوم الآخر بدأ اسمه يشيع في الأوساط الشعبية بأحياء القصبة وضواحيها في عام 1926 وفي يوم 19 مايو بالضبط بمدينة شرشال توفى الشيخ مصطفى الناظور رحمه الله بعد هذا القى نفسه محمد العنقا في مهمة صعبة نوعا ما وهي مواصلة مسار الشيخ Thank you.
عليه الملاك وحسني سنان رمدوا في ثياب الجنة على الجوان طابوت الملا وعلى المرض حسرنا كفي بحب سيد وخير عبيد وما يريدو القول شاه في خلوق الجنة ما بالك سيفات المليل حتى جات ريح ديما مبروك كل سلبيما فيها الحزب الحسيما روضت ابن عم زين الخاتم سراج فرحة مسهات ورطا حاجات وعنها سيادنا مع أخي الداد ومحبها سعيد الشيخ مصطفى الناظور رحمه الله قبل محمد العنقا البقاء في الفرقة اللي طلبت منه يواصل معها رغم أنها كانت مكونة من كبار الموسيقيين أذكر سي سعيد العربي على آلة المندول، عمر بيبيو على السنيدرا، سي حسن الكراي على آلة الكمانجا وكان يرافقه سي مصطفى ولد المداح، وعلى آلة الإيقاع أو الدربوكة يحيى القديان. كان العنقا حيب بيجدد شغلات بكلام مطور ويعطي لها طابع جديد. لهذا أقصد باب الشيخ سعيدي. الشيخ سعيدي هذا من أحسن تلاميذ الأستاذ محمد السفنجة اللي هو من كبار أساتذة الفن الأندلسي. هذا النوع اللي زادت الشهرة نتاعو بفضل جمعية المطربية اللي كان يترأسها الأستاذ محي الدين بشترزي رحمه الله. مع الشيخ سعيدي تعلم العنقاء العروبي وكيفية إتقانه وأدائه، وطلب منه باش يدوق أكثر المدح والقصائد الدينية. قد مالو فؤادي بالله في الليل تزين إن ميت بالهجر يا مرادي أموت في عيش قدك شهيد إني تبيني جميع مرادي أموت في عيش قدك شهيد الحب كان غير نامي
أسود. Thank you.
يا ابو زوبين الذي سعيد الامر لله العباد ويفعل الله ما الامر لله العباد ويفعل الله ما يمت به أموت فيك عشقاتك شاهد.